شباب مراجعه سريعه بالشيء اللي عندنا اللي هو الباور فلو اناليسز اللي هو عمليه دراسه تحليل القدره لاي سيستم موجود. هاي المعلومات ليش نسوي تحليل القدره حتى نسوي ديزاين للباور سيستم، اكسباند نوسع الباور سيستم، بلانينج كاباسيتي in the bus load flow problem. فاحنا ايش راح نسوي؟ نسوي عمليه تحليل القدره ليش حتى هاي نستفاد من عندها في عمليه تصميم الباور سيستم، حتى ممكن نسوي توسيعه للباور سيستم، ممكن انه بلانينج ويعني تخطيط لسعه السيستم، وايضا الباص بارات كل واحد من الباص بار شنو الباورات او شنو ممكن تربط عليها. اللود فلو بروبلم هي فولتيه، فيز انجل، ريال باور، رياكتيف باور. هذه هي اللود فلو بروبلم، انه حتى تو كالكوليت ذا فولوينج باراميترز، انه احنا مشكله اللود فلو حتى نحسب الباراميترز التاليه. شنو هي الباراميترز؟ فولتيه، قيمه المطلقه للفولتيه، الفيز انجل الزاويه اللي هي زاويه الفولتيه، ريال باور ورياكتيف باور. هذه هي مشكله الباور او مشكله اللود فلو بروبلم. شنو هي؟ حتى نوجد هاي الاربع كميات. الباص بارات عندنا ثلاث انواع من الباص بارات اللي موجوده. جنريتر باص هي البي في باص، الكنترول باص، اللود باص اللي هو البي كيو باص. هسه احنا شرحنا او عرفنا ليش انه تسمى البي في باص او ليش تسمى البي كيو باص. وعندنا الريفرنس باص اللي هو السلاج او السوينج باص اللي هو عاده الفولتيه قيمه وزاويه معلومه. الجنريشن باص هي البي والفي معلومه، القيمه المطلقه للفي. اللود باص البي والكيو معلومه. فهذه شوفوها لود باص بي كيو، هاي الكوانتيتي specify الكميات المعلومه هي بي وكيو. يعني انت من تجي على باص بار تلقي البي والكيو معلومه فتعرف انه هذا لود باص. شنو لازم توجد؟ الفولتيه وزاويتها. تجي على الجنريتر باص، من تشوف انه البي والقيمه المطلقه للفي معلومه فهذا هو بي في باص. شنو المجهول؟ كيو ودلتا. تجي على سلاك باص، السلاك باص دائما هو الفولتيه قيمه وزاويه معلومه، فلازم نوجد البي والكيو. بس شنو هاي البي والكيو؟ نوجدها بعد ما نكمل كل معلومات السيستم. يعني اخر خطوه هي السلاك باص، اخر خطوه السلاك باص. هنا باللود باص والجنريشن باص الفولتيه والدلتا والكيو والدلتا، هذه عند اي قيم نتوقف؟ دائما احنا عند كم محاوله راح نصل الى الحل الحقيقي باستخدام الطرق العدديه؟ بعد ما نكمل كل المحاولات ونصل الى الحل الحقيقي، راح بعدين نرجع بالاخير نحسب الكميات الى السلاك باص. تمام يا شباب؟ بس المايكات تكون مزوده، لا احد يفتح مايك الا اذا عنده سؤال. فهذه هي ثلاث انواع الباصبارات. اول شيء steps involved in load flow questions او analysis. شنو هي الستيبس، الخطوات اللي راح نسويها حتى نحل؟ اول شيء draw the single line diagram and write the admittance matrix. الخطوه الاولى ترسم السنجل لاين دايجرام للخط او للسيستم وتوجد الواي باص. الواي باص توجدها كامل اذا كان السيستم ما بير يونت. فالخطوه قبل هذه الخطوة صفر نقول انه تحول السيستم كله الى بير يونت، وبعدين ترسم السنجل لاين دايجرام وتوجد الواي باص. الخطوة الثانية identify the buses and the branch by numbers، تحط ارقام على السيستم اذا كان مرقم فتمشي حسب ترقيم السؤال اذا انا منطقي، اذا كان ما مرقم فانت ترقم هذا الباص بار سلاك باص هو رقم واحد، بعدين هذا البص هو 2، هذا البص رقم 3، هذا البص رقم 4.
أهم شيء السلاك بص يكون رقم واحد، وعادة في كل سؤال أكو سلاك بص واحد فقط مو أكثر. ثلاثة، write the power flow equation for the given network in a suitable form. راح يصير نكتب معادلات الباور تمام حتى نحسب البي والكيو. Equating are converted to the algorithm for iteration solution. هذه إذا كان إحنا طبعاً راح نأخذ كيفية الحل باستخدام الحاسبة. بعد ما كتبنا المعادلات راح نرجع نحول هالمعادلات إلى algorithm. ليش؟ لأن الحل للسيستم إذا كان بس بار واحد أو يعني بس بارات اثنين ثلاثة أربعة إلى الخمسة عملية الحل اليدوية ممكنة وسهلة، لكن من يتجاوز إلى 10 بس بار، 14 بس بار، 30 بس بار، 100 بس بار راح تكون عملية الحل بالورقة والقلم شبه مستحيلة، مو مستحيلة وإنما هي يراد لها يجوز شهر يلا تحل ايتريشن واحد. فعليه نروح اتجاه الحاسبة نكتب برنامج هو يحسب لنا كل الشغلات اللي نريدها. الخطوة الخامسة solve the equation by iteration method باستخدام أنت يعني ال by establishing known quantities and some variables and assuming quantities variables under iteration. هاي الحالة راح نبدي نحل بالاعتماد على القيم المعلومة والقيم اللي راح نفرضها لأن أكو قسم منها راح تنفرض خلال الايتريشن. الخطوة السادسة إذا الايتريشن is converging continue. converging إنه ما صار عندي تقارب. إذا diverging investigation the cause and take correction action and then proceed with further iteration. إذا صار عندي تقارب بالحل يعني شو تقارب يعني الخطوة اللي وجدتها مع الخطوة اللي قبلها هي ضمن القيمة أو الأبسلون المسموح بها أتوقف إلى الحل. إذا ما صارت أكمل proceed with iteration أروح إلى الخطوة اللي بعدها. سبعة iteration are continue until desired conversion is reached. نكمل بعملية الايتريشن خطوة خطوة إلى أن شي يصير عندي نحصل على القيمة المطلقة أو الأبسلون اللي نريدها. Calculate the divert quantities for various bus. احسب القيم كلها المجهولة إلى لكل الأنواع البصمارات. هذه هي الخطوات الأساسية حتى نبدي نحل مشكلة load flow. بدينا كان تذكرون إذا كان عندي بصمار I وتيار I فشنو الباور اللي موجودة عندنا هو generation هي SI تساوي P generation I زائد Q generation I. وعندنا load اللي هو demand SDI هي P demand I زائد J Q demand I. الرئيسي أو النت بالنسبة للبصبار I النت باور شو راح يصير؟ هو P generation ناقصا P demand يصير عندي النت الصافي. والـ Q I نفس الحالة. جينا الـ S هي تمثل P زائد J Q I. شوفوا هنا P I مو P generation I ولا P load I. الـ P I النت زائد J Q I. الـ S I هي V في I conjugate. P I زائد J Q I راح تساوي V I V في I conjugate. حصلنا على معادلة التيار. I يساوي P I minus J Q I على V I conjugate. بياخذ كونجكيت الطرفين. نيجي هسه معادله التيار شنو هي؟ اذا عندنا بصبارات اثنين بيناتهم y12 وهنا y10 وy20 اذا كان عندي فقط بصبارين كيف راح اكون معادله التيار؟ راح اقول التيار i1 اذا تجون على هاي المعادله i هو عباره عن ماتريكس في v. شنو هاي الماتريكس؟ i1 i2 و V1 V2 لين بصبارات اثنين تطلع الماتريكس اثنين في اثنين Y11 Y22 Y12 Y21 هاي عرفنا شلون نوجدها. فإذا نيجي التيار الأول هو يساوي Y11 V1 زائدا Y12 V2. التيار الثاني Y21 V1 زائدا Y22 V2. فإذا نيجي عليها هذه هنا التيار مو واحد واثنين
I هو ايش يساوي؟ هنا هي شنو؟ summation من J تساوي I إلى N YIJ VJ، هي عبارة عن summation فولتية في ممانعة، فولتية في ممانعة، فولتية في ممانعة. فحتى نحولها تصير معادلة عامة لكل number of N، مو بس اللي بس بارات اثنين، فصير عندي هاي المعادلة. هاي المعادلة I وين أعوضها؟ أعوضها بالمعادلة أربعة، صار عندي BI minus JQI على VI conjugate راح يساوي summation من J تساوي واحد إلى N YIJ VJ، طبعا الـ I هي واحد اثنين ثلاثة إلى الـ N. أرجع أضرب هذه، أحول الـ V conjugate P minus JQ، P minus JQ نفس المعادلة، شوفوا ما تغير أي شيء. نجي حتى نعرف كل قيمة أو شون راح نطلع الـ P والـ Q، نجي الـ YIJ هي قيمة مطلقة وزاوية، الـ VJ هي قيمة مطلقة ودلتا J، الـ VI conjugate، الـ VI عادة هي شنو؟ قيمة مطلقة وزاوية دلتا I، بما أنه conjugate الزاوية تصير بالماينس. هاي القيم أعوضها وين؟ هاي المعادلة. فصار عندي P minus JQI شو راح تساوي؟ summation J تساوي 1 إلى N، القيمة المطلقة للأدمتنس وزاويتها مضروبة في القيمة المطلقة للفولتية وزاويتها مضروبة في القيمة المطلقة للفولتية I والزاوية مالتها، هاي هي كونجوكيت. فمعناها راح يصير القيمة المطلقة تضرب والزوايا تجمع. هذه إذا أجي أريد أسوي لها أنه أفك هذا المقدار قيمة وزاوية، شو تصير؟ قيمة مطلقة في كوساين الزاوية زائدا قيمة مطلقة في ساين الزاوية. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير شوفوا هذه قيمة مطلقة، هذا المقدار هي كوساين الزاوية زائدا ساين الزاوية، تمام؟ فإذا أجي راح تصير عندي قيمة مطلقة في الكوساين زائدا جي قيمة مطلقة في الساين. البي هو الريال لهذه القيمة، فهذا هي البي تساوي من جي تساوي واحد إلى إن، الزاوية الأدميتنس قيمة مطلقة في الفولتية، في الفولتية الثانية في كوساين الزوايا. والكيو هي الإماجينري ماينس إماجينري لهذه القيمة، فهذه تطلع هي معادلة الكيو. هسه إذا تجون هنا ايش عندنا؟ بي آي وكيو آي، وهنا جي، الجي من واحد إلى إن، افتهموا لي هاي الفقرة، الجي من واحد إلى إن يعني جي شنو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى الإن. إذا أنا أريد أي واحد من هاي البصبارات اللي هي بالوسط نسمي هذا البصبار آي، يعني راح يكون واحد اثنين ثلاثة بس رقم أربعة هو I. أريد أنا بس I لأن أنا أريد أوجد المعلومات مالته، أريد أخرجه من السميشن. بس راح يصير عندي راح يصير الباور تساوي هنا راح أقول هذه VI بالجي راح تساوي I VI I وهنا VI وVI هذه YI عفو كوساين ثيتا اي اي زائدا دلتا اي ناقص دلتا اي. فايش راح يصير عندي؟ خرجت الايث ايتريشن او الايث ترم خارج السميشن زائدا سميشن، راح يصير هنا عندنا جي من تساوي من واحد الى ان، لكن الجي ما تساوي اي، ليش؟ لان الاي خرجته خارج السميشن. فهذه راح تكون معادلة الباور للبس بار I، وهذه معادلة الكيو شوفوا ماينس إماجينري للبس بار. فهذه هي المعادلات اللي آخر شيء معادلات رقم 10، هذه هي المعادلات اللي تستخدم بجاوس سيدل ميثود.
هاي شوف شو يقول لك the above two equation give the real power and reactive power at the ith bus. هاي تنطيك real والimaginary أو real reactive power المن للباس بار رقم I ممكن رقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 5 عامة كل باس بار 4 variable P و Q و V و دلتا معناها للباس بار N راح يكون عندي شنو 4 variable راح نوجدها فمعناها انه انا هاي الاربعه راح اوجدها بس حسب نوع البصبار ممكن يكون عندي اثنين معلومين لازم اوجد اثنين البقيه تمام حسب منو حسب ما قلنا اللي هو هل هو سلاك باص هل هو بي كيو باص هل هو بي في باص عمليه الحل ثلاث طرق جاوس سيدل نيوتن رابسون واللي هو فاز ديكابلينج لود فلو ميثود هاي عادة الطريقة يعني صراحة ما كنا ناخذها ولا يعني بس نتطرق لها بصورة سريعة الحل الأساسي إحنا جاوس سيدل ونيوتن رابسون إذا نجي إلى طريقة جاوس سيدل ميثود مثل ما شرحنا لكم بكيفية حل المعادلات طريقة جاوس سيدل شو تقول؟ تقول أنا عندي initial conditions من الـ initial conditions أوجد أول محاولة بعدها من اجي على اي اوجد لاي بصبار او لاي عنصر اوجد المحاوله الاولى الى حسب معادلته اذا كان بي او كيو او في في حال عندي القيم فقط هي انيشال راح اعتمد على الانيشال لايجاد المحاوله الاولى للعنصر الاول من اجي اوجد العنصر الثاني المحاوله الثانيه او المحاوله الاولى الى اذا العنصر الثاني في ضمن المعادله مالته عنده ارتباط مع العنصر الاول فاستخدم اخر قيمه تم ايجادها بالنسبه للعنصر الاول يعني ما ارجع دائما للانيشال كونديشن مثل طريقه جاوس جاوس اللي هي اثبتنا فشلها بانه هي طريقه بطيئه وتاخذ ايتريشنات كثيره ليش لان كل خطوه تعتمد على الانيشال بينما جاوس هو دائما يعتمد على كل قيمه ظهرت أو أبديت صار إلى القيمة فعندي تيار summation من j تساوي 1 إلى n yij في vj هاي المعادلة اللي هي 2 بس بار وعندنا أيضا التيار شي يساوي p minus jqi على v conjugate والمعادلات ساوينا المعادلات هسه قبل شوية وصلنا شوفوا هنا بدينا معادلات وصلنا إلى p و q تمام هسه نجي هنا P minus JQ على VI ترجع نفس المعادلة إذا سحبنا الـ I بس بار I من العداد أو من الصميشن يطلع خارجي يبقى الصميشن على شرط أنه J ما تساوي I فصار عندي شنو؟ هاي المعادلة هسه هاي المعادلة أريد أوجد الـ VI منها فراح أقول هاي الكمية ناقص الصميشن ارجع اقسمها على الواي اي جي او واي اي اي لان هذا هو للبص بار اي فحصلت على معادله شوفوا يا شباب هنا في اي واحد على واي اي اي هي الادمتنس او السيلف ادمتنس للبص بار اللي اريد احسب الفولتيه له مضروبه في معادله في بي ماينس جي كيو اي على في اي كونجوكيت ناقص الصميشن هذا الصميشن في اي شوفوا هاي الكميه بقت نجي على الصميشن اي جي تساوي من الواحد الى اي ماينس واحد واي اي جي في جي ناقصا صميشن من جي تساوي اي بلس 1 الى ان واي اي جي في في جي هاي شلون صارت؟ انا من اجي اقول هنا انه البص بار اي طلعته خارج الصميشن ف
من راح اجي اقول من جي تساوي 1 الى ان بشرط انه ما تساوي اي. اذا اجي اعد ايش راح اعد؟ راح اقول 1 2 3 على فرض انه البصبر هو بصبر رقم 5 هسه اي تساوي 5 راح اجي اقول 1 2 3 4 الخمسه ما احسبه 6 7 8 ليش؟ لان الخمسه انا اقدر احسبه فخرجت الخمسه خارج الصميشن فاللي هو اي فمن اجي هذا الصميشن اقدر اسويه قسمين شنو هو القسمين؟ القسم الاول من جي تساوي 1 الى اي ماينس 1 والثاني بعد الاي بلس 1 ليش؟ لان اذا العنصر اي عندي انتبهوا اذا العنصر اي عندي بهذا المكان اللي قبله شنو؟ اي ماينس 1 اللي بعده اي زائد 1 تمام؟ يعني هسه مثلا اذا احمد موقعه بالقائمه تسلسله 10 قائمه الحضور او قائمه الصف تسلسله 10 فاذا قلنا احمد هو اي قبله محمد فهو يصير اي ماينس 1 ليش اي ماينس 1 بعدين نضيف 1 راح يصير اي ماينس 1 زائد 1 يصير اي اللي هو احمد اللي بعد احمد مثلا علي بالرحلات او بالتسلسل ايش راح يصير؟ راح يصير اي بلس 1 فانا اذا اريد اذا انا مثلا قلت لاحمد اللي هو اي طردته من الشعبه قوم اطلع من الشعبه فمن اجي احسب راح اصل الى اي ماينس 1 الاي فارغ ما موجود واي ماينس 1 بعدين اي بلس 1 فهذه هي عمليه تقسيم الصميشن حتى العنصر اي ما موجود ضمن الحسابات ليش؟ لان جي لا تساوي اي لان احنا اصلا نريد نحسب الفولتيه للبصبر اي فلهذا قسمناها انه تبدي العداد من بصبر رقم 1 الى اي ماينس 1 قبل الاي والاي ما موجود خرجنا واللي بعده راح يكون يبدي من اي زائد 1 والى الاخير هذه هي معادله رقم 7 اللي هي معادلة الفولتية يا شباب اللي تعتمد عليها في عملية الحل باستخدام الجاوس سيدل هي مو باستخدام الجاوس سيدل هذه هي معادلة الفولتية العامة لأي بصبار وقبلها هاي المعادلتين هي معادلة البي والكيو العامة لأي بصبار في أي سيستم أكو سؤال إلى حدنا مفهوم؟ فإذا تيجي حتى تفهمون الخطوات هذا الثلاثة بصبار تمام؟ 1 و2 و3 بيناتهم ماينس جي 3 ماينس جي 4 ماينس جي 5 ما يحتاج من الإشارة هي عبارة عن أدمتنس ليش؟ لأن بالماينس لأن لو كان الزد اكس ال راح تكون موجب تمام؟ عندنا أنواع البصبارات اللي موجودة نعطيك إياها السلاك بص P generation و Q generation ماكو P load و Q load ماكو عندي الفولتية والدلتا 1.02 والزاوية 0 منطيني الفولتية فإذا هذا السلاك بص رأسا مباشرة هذا هو السلاك بص نجي على رقم 2 و 3 شوف منطيق P generation واللود فولتيات ماكو منطيق كل الباورات هذه شنو هي مباشرة هذه هي عبارة عن PQ بس فأنا أجي حاليا هسه حاليا السيستم عندي عبارة عن سلاك و PQ بس ما عندي PV بس ما عندي جنريشن بس انتبهوا على هاي الفقرة PV ما عندي عندي سلاك بس وكيو يعني ممكن يجيك سؤال بي سلاك وبي كيو وبي في هذا كل الأنواع ممكن سلاك مع PV ممكن سلاك مع بي كيو بس لازم اكو سلاك تمام شريد determine the voltage
of بص 2 and بص 3 at the end of first iteration. يريد منك بمحاولة واحدة بس توجد الفولتية 2 و 3. ليش؟ لأن البي معلوم بي جنريشن أو بي لود. فايش راح يصير عندي؟ النت هو بي ماينس بي لود، هذا النت يصير عندي، وعندي الفولتيات ما موجودة. فإذا أنا لازم أوجد الفولتية قيمة وزاوية، هذه هي ما معلومة. فإذا نجي هذا الرسم دخل، يعني المفروض أنه أعطيكم المعادلة كان أكتبها هذه قبلها، بس حتى أعلمكم منين إجت هاي الفورمولا. نجي على هاي الفولتية يا شباب، هاي الفولتية هو قانون فولتية. لازم نعرف شنو الثابت وشنو المتغير. حتى الثابت هذا يكون مثبت على طول السؤال، أو عنصر ثابت بالسيستم ما يتغير. شنو هو العناصر الثابتة بالسيستم؟ أول شغلة في أي سيستم الخطوط والواي بص، هذه ثابتة ما تتغير. فعليه أي شيء بي واي يبقى نفس الرمز، ما يصير بي أي تغيير. فإذا نجي إلى المعادلة، الواي شوفوا الواي ما متغير، ثابت، هاي ما تتغير. من المتغير عندي؟ نجي على المعادلة، هاي الفولتية متغيرة، هاي الفولتية متغيرة. ليش؟ لأن أنا عندي هسه حاليا وين؟ بي كيو بس الفولتيات أنا أريد أحسبها، فالفولتيات متغيرة. لازم أوجد معادلة للفولتية، هاي معادلة الفولتية تكون متغيرة بايتريشنز حتى أقدر أصل إلى الحل. بكم ايتريشن؟ السؤال يقول ايتريشن واحد، اعطيني بس سوي مرة واحدة ايتريشن وخلاص. بس يجوز غير سؤال ما يقول لي مرة واحدة، يعطيني نسبة ايرور، فلازم أوجد الفولتية بالمحاولة الأولى وأرجع أوجدها بالمحاولة الثانية وأرجع يلا أحل. فحتى جاوسيدل شو يقول؟ يقول انه انا حتى ادي احل لازم عندي initial conditions. فشوفوا هنا ما عندي هاي القيم، لهذا اكو واحدة من الفقرات اللي هاي 9 نقاط 8 نقاط، انه نبدي نحسب عن طريق اول خطوات نعطيكم اياها، اول نقاط شرحناها هذه، انه نحسب عن طريق القيم المعلومة والاسيوم quantities، القيم اللي راح نفرضها. تشوفون انه انتم بالجدول اكو قيم معلومه، هاي القيم معلومه، واكو قيم احنا راح نفرضها. دائما 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 انتبهوا، دائما الباورات ما تفرض نهائي، كلها تحسب، فقط الفولتيات من يتم انه نفرضها قيم انيشال. ليش؟ انت من فرضت قيمة إنيشيال للفولتية ترجع على المعادلة مال بي، معادلات رقم 10. شنو المطلوب عندك حتى تحسب بي وكيو؟ الواي معلومة، الوايات كلها معلومة، فقط يراد لك فولتيات. فلهذا أنت من تفرض إنيشيال كونديشن للفولتيات طلع عندك الإنيشيال فولت باورات كلها. فلهذا ابدا ابدا ما واحد يقول لي انه بالامتحان انا احتاج البي ففرضتها، ما يصير. عمليه الفرض هي فقط تفرض اي فولتيه عندك قيمه وزاويه ما معلومه initial condition، تفرضها واحد والزاويه صفر، واحد والزاويه صفر على طول الحل، على اي نوع من الانواع، اي نوع من انواع البصبارات ما عدا السلاك، ما عدا السلاك بس يكون زاوية قيمة والزاوية معلومة مع الفولتية معلومة فقط. بقية البصبارات إذا كان PQ فأفرض V وزاوية دلتا، واحد وزاوية صفر، هاي initial condition، أخلي V
تساوي V of zero. هذه initial. إذا كان PV انتبه، إذا كان PV بس معناها أحتاج أحسب. إذا كان عندي PV بس معناها الP معلوم والV معلوم، أفرض دلتا زيرو. من فرضت الدلتا زيرو صار عندي الفولتية والدلتا معلومين، أرجع أحسب الP. دائما دائما فقط فرضياتنا هي للفولتية إذا كانت قيمة وزاوية، أو إذا كانت الزاوية مالها فقط هي واحد وزاوية صفر. إلا إذا ذكر لك بالسؤال قال لك أفرض الانيشال كونديشنز وينطيك إياها. فنجي إلى المعادلة اللي هي نفس هاي المعادلة. قلنا عندنا إحنا نريد نوجد الفولتية للبص بار آي من المحاولة رقم واحد، يعني نريد نحول هاي المعادلة يا شباب إلى معادلة عددية تحل بالآيتريشنز نستفاد من عندها. VI للأس K minus K plus 1 يعني المحاولة الأولى للآي. إذا أنا كان عندي ثلاثة بصبار، فبصبار رقم واحد هو شنو السلانج، فبقى عندي بصبارين، فمعناها دائما هاي الفولتية تبدي من V2 V3 V4 V5 V1 ما نجيمها، لأن دائما دائما معلومة وثابتة اللي هي فولتية السلاك بس أبدا ما نجيمها وما يتم حسابها، يتم استخدامها فقط. هذه مثلا VI الآي رقم 2. زين هاي الـ VI لأي محاولة؟ عندي هنا VI يعني V2 وهنا V2 كونجوكيت. إذا أنا أريد أوجد المحاولة الأولى فمعناها أنا لازم عندي قيمة قديمة أو initial conditions. فإذا هذه هي K plus 1، إذا هاي واحد هاي صفر، هاي اثنين هاي واحد، فمعناها إذا هاي K plus 1 فهذه هي عبارة عن K. ليش؟ لأن اثنينهم يعودون لنفس البصبار. ما معقول أنا أجي أحسب فولتية جديدة لبصبار وأنا ما عندي قيمة قديمة إلها أو فد initial condition حتى أنطلق به. فنجي على المعادلة VI للأس K plus 1 واحد على YI PI minus JQI. هذه ما لنا علاقة، موجودة ما تتغير. ال VI للأس K conjugate هنا. ليش؟ لأن إذا هذه واحد هاي صفر راح يصير، هاي الانيشال تعتبر ناقص summation. شنو المتغير؟ الواي ما متغير، هاي الواي ما متغيرة ثابتة. منو عندنا متغير؟ الفولتيات. الفولتيات انتبهوا على هاي الخطوة. انت عندك البص بار اي تمام، قلنا قبله هو اي ماينس 1، اللي بعده اي بلس 1. فأنا حتى أصل إلى البص بار آي معناها أنا كن حسبت كل الفولتيات من الواحد إلى آي ماينس 1. يعني إذا أنا بالبص بار رقم 4 معناها أنا كن حسبت V2 محاولة جديدة، وكن حسبت V3 محاولة جديدة، وصلت إلى الـ V4 حتى أحسب محاولة جديدة. بعد ال V4 V5 ما عندي بس initial، بعد ما حسبتهم. V6 ما عندي بس initial. فلهذا قسمنا الصميشن إلى حالتين. حالة اللي هي I-1 اللي هو قبل البص بار I، أنا كنت حسبت أشك وقيم كلها، فلهذا من أقول VJ أقول VJ للأس K plus 1 المحسوبة حديثا. كل البص بارات بعد البص بار I يعني من I plus 1 فما فوق هي بعدها على initial conditions. فهذه صارت مفهومة شون قسمت أو شون. طبعا هذا قانون ثابت بس تفهمه مرة واحدة، البقية هي عملية تطبيق فقط. فإذا جينا هسه هذا هو السؤال أو هذا هو المعادلة المستخدمة، أريد نطبقها على هذا السؤال مالنا. فواحد اثنين ثلاثة، رقم واحد سلاك خلاص ما أجي يمه، بقى اثنين وثلاثة أوجد V2 و V3.
أجي على المعادلة VI minus K plus 1 واحد على YII PI minus JQI على VIK conjugate ناقصا المعادلة أمامكم. نجي K تساوي صفر. من K تساوي صفر فصارت VI نص واحد VI المحاولة الأولى. قبل ما أجي هنا VI المحاولة الأولى VI المحاولة الأولى VI للأس صفر هنا VJ للأس واحد هنا VJ للأس صفر. زين أنا عندي بصمة رقم اثنين هذا السؤال مرتبط بواحد وبثلاثة لازم أنا عندي فولتيت الواحد وفولتيت الثلاثة. فولتيت الواحد هي سلاك بص 1.02 وزاوية صفر انتهت هاي ثابتة. فولتيت الثلاثة ما معلومة فحتى أبدي بنقطة بداية وفولتيت الاثنين أيضا ما معلومة فعليه أفرض initial conditions. فولتيت الواحد هي 1.02 زائد J صفر ليش؟ لأن نعطيني إياها 1.02 وزاوية صفر. فولتيت البصبار الثاني والثالث كinitial conditions هي واحد وزاوية صفر أو واحد زائد J صفر. هذه هي أسيوم الاثنين والثلاثة. هاي هي معطات. هذه القيم هي تسمى الفلات فولتج بروفايل. الفلات فولتج انيشال فولتج ببعض المصادر يسميها فلات فولتج. السلاك بس هاي شوفوها V1 of 0 هي 1.02 زائد J 0. هذه هي تساوي V1 of 1 V1 of 2 V1 هاي ما تتغير لكن ال V2 وال V3 initial conditions فرضنا نقطة بداية 1 وزاوية 0 وهسه راح نوجد الحل. الخطوة الأولى نبدي K 0 على المعادلة أصير هاي ال V I للأس واحد. الآي إيش قد عندي هسه هنا؟ الآي اثنين. الواحد ما لي علاقة به. راح أبدي V2 و V3 يعني آي صارت اثنين. وراح أصير V2 للأس واحد المحاولة الأولى تساوي واحد على Y22 مضروبة في P2 minus JQ2 على V2 للأس صفر conjugate ناقصا J تساوي من واحد إلى الآي إيش قد عندي هسه؟ اثنين. من واحد الى واحد يعني هي محاولة واحدة بس summation واحد اللي هو بس واحد واحد ناقص هذا من جي تساوي واحد اي بلس ون. الاي بلس ون هي ايش قد؟ اثنين زائد واحد ثلاثة من الثلاثة الى الان. زين عدد البصمات ايش قد عندي؟ ثلاثة فراح يصير من ثلاثة الى ثلاثة يعني عبارة عن مقدار واحد. شلون راح نطبقها هذه؟ هاي امامكم V2 المحاولة الأولى واحد على Y22 V2 minus J تساوي واحد إلى اثنين ناقص واحد هذه قدامكم Y21 V1 للأس واحد ناقص J من اثنين plus 1 إلى ثلاثة Y23 V3 للأس صفر. نيجي هسه شنو المعلوم؟ هاي معلومة واحد وزاوية صفر. هذه معلومة القيمة مطلقة مالها واحد والزاوية مالها صفر. V1 معلومة 1.02 V3 قيمة مطلقة واحد فبقى عندي P2 minus JQ2 هذه ما معلومة. أجي على الجدول مال الباورات على البصبار اثنين أكو generation وأكو load. إذن الباور الصافي للبصبار اثنين هو P generation ناقصا P load. الكيو الصافي اللي هي Q2 هي Q generation 2 minus Q load 2. فالباور الصافي على البصبار 2 هو التوليد ناقصا اللود فطلعت هاي القيمة. الكيو الصافي هي التوليد ناقصا اللود فطلعت هاي القيمة. من أجي انتبهوا يا شباب على التعويض كوننا الواي بس هذا الواي بس Y11
واي 22 واي 33. المعادله تقول 1 على واي 22 اللي هو 1 على ماينس جي 8، بي 2 ماينس جي كيو 2. البي 2 هي ماينس 0.25، ماينس جي كيو 2 راح يصير ماينس جي ماينس 0.1، فصير زائد جي 0.1. تنتبهون على الاشارات، وكل فقره تستخدمها اذا كان هي ممانعه فهي ار بلس جي، واذا مسايره تخلي القيمه زائد او ناقص جي. نجي هاي التقسيم في 2 الانيشال كونديشنز هي انا 1 مساوي 0، فاجي اخليها 1 زائد جي 0 كونجوكيت راح يصير 1 ناقص جي 0، ما راح تتاثر. ناقص السميشن جي 1 الى 2 ناقص 1 الى 1، يعني من 1 الى 1 اللي هي شنو هي؟ فقط عندي y21 v1، القيمه المطلقه لـ v1 1.02 y21 الابسولوت فاليو مالها. نجي على الماتريكس y21 j3 فاعوض j3 ماينس j3 في 1.02 ناقص، نزل الناقص هذه 2 بلس 1 الى 3، يعني من 3 الى 3 يعني هي فقره واحده فقط اللي هي y23 v3 of 0. v3 of 0 القيمه المطلقه مالها هي 1، طبعا هاي 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 غلط، مو 1 زائد جي 0، هي بس فقط 1 لان قيمه مطلقه الابسولوت فاليو. ال y23 من الماتريكس y1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 جي 5، فإذا تنضرب في جي 5 فطلع عندي في 2 المحاولة الأولى 0.995 ناقصا جي 0.03125 بير يونت. هاي المحاولة الأولى، شنو المحاولة صفر؟ هذه ابسلون شو يساوي؟ القيمة المطلقة في 2 للمحاولة الأولى ناقص القيمة المطلقة لفي 2 للمحاولة صفر، هل هي أصغر أو تساوي إبسلون؟ أتوقف، ما صارت أكمل أرجع أحل آيتريشن آخر. هسه بما أن السؤال قال لي واحد آيتريشن فما يحتاج أني أروح أقارنه، حتى إبسلون ما عندي، فرأسا مباشرة شو أسوي؟ رأسا أقول في 2 المحاولة الأولى هاي قيمتها. أجي طلعت V2، هو إذا يطلب V2 V3، هسه أجي على V3 نفس القانون K تساوي صفر، V3 of 1 راح تساوي 1 على Y33 نفس المعادلة، بس هنا صارت 3 من J تساوي شنو؟ 1 إلى هاي شنو؟ I ماينس 1، الآي صارت 3 من 1 إلى 2، يعني عندي مقدارين الارتباط بين 1 3 ارتباط مع ال 1 وال 2 وراح يصير عندي دكتور. نعم دكتور، بس الحدود مال الجمع يا ريت بس تعيده. هذه الحدود؟ اي والله اي، هاي الحدود هو من القانون، هذه الحدود انا عندي من جي تساوي 1 الى اي ماينس 1 ومن اي بلس 1 الى ان. الاي ليش ما موجود؟ لان احنا خرجناه خارج القوس، احنا عريض نحسبه، فانت تبدي 1 مالك على خبيث 2 3 اي تريد تحسب الاي، فمعناه انت لازم اي ماينس 1 قبله والبعد اي بلس 1، ليش الاي ما موجود؟ احنا عم نحسبه، فاجي انا البصبر اللي عندي رقم 3 مثلا، هسه صار عندي الاي 3، فهذه 3 هاي 3 3 3 3 3 نجي جي تساوي 1 الى 3 ناقص 1 الى 2 في اي جي، الاي ايش قد؟ 3، فيصير واي 31 واي 32، ليش؟ لان من 1 الى 2، وهذه الفي جي هي في 1 وفي 2، فهاي من 1 الى 2 معناها انت عندك مجموعين او مقدارين،
نجي على اللي بعدها. J تساوي I plus 1. هنا عندي 3، 3 زائد 1 4. من 4 إلى 3، إذا تجي على البصمارات، أنت عندك بس 3 بصمارات، ما عندك 4. فهذا already راح صار صفر، يعني أنا ما عندي شيء اسمه 4. فإذا تجي على التعويض، شوفوا الـ V3 1 على Y3 3 P3 minus J3 هنا J تساوي 1 إلى I minus 1 3 minus 1 2 فمعناها 3 1 و 3 2 ناقص summation J من 4، 4 ما عندي، هاي منتهية خلصت. V4 of 0 ما عندي أصلا، هاي أنا عندي 3 بصمارات. فيبقى عندي هذا المقدار طار، يبقى عندي فقط هذا السميشن هو مقدارين. قبل ما أسوي عملية الفك المقادير أروح إلى P3 و Q3 من الجدول. هذه P3 generation وهذه load. فالصافي P3 صافي هو 0 ناقص 0.6 فيصير minus 0.6. والQ الصافي هو 0 minus 0.3 هو minus 0.3. فهذه هي الـ V3، P3 هي minus 0.6 و Q3 هي minus 0.3. نجي V3 المحاولة الأولى، كل هاي معلومة صارت minus 0.6 minus minus J.3 على 1 زائد J0 conjugate minus. شوفوا انتبهوا هنا، هذه هي Y3I VJ او واي اي جي في جي، طبعا هاي جي هنا النقطه ما موجوده، فراح يصير عندك 3 1 في 1 لان هاي رقم 1 جي، بعدين الجي 2 يصير 3 2 في 2، خلص المقدارين اللي عندي، فراح يصير 3 1 في 1 ناقص 3 2 في 2. الـ V1 من المحاولة الأولى ما متغيرة، هي ثابتة. محاولة أولى 5 6 هي نفسها، واحد وزاوية 1.02 زائد J 0، لأن هذا سلاك بس ما يتغير. هذا الـ V1. الـ V3 عفوا هذا هاي V1 هيات الـ V1. V2 V2 ما أرجع على القيمة واحد وزاوية 0، ليش؟ يعني أنا أصلاً وجدت V2 المرحلة الأولى، أستخدم القيمة الحديثة اللي وجدتها، فهذه راح أعوضها بالمعادلة مال V3. شوفوا 0.995 ناقص J، فطلعت V3. العفو دكتور. نعم دكتور، هو ما summation، ليش صار الطرح؟ ما هو minus minus summation، summation هو جمع بس مضروب بالماينس. تمام تمام، فيصير كله ماينس. هو كسميشن اذا تخلي هذا بين قوسين يصير مجموع، بس بالاخير راح يصير ماينس، فهو ماينس سميشن راح يصير ماينس الكل، فطلعت في 3. شوفوا سؤال واحد من الاسئله اللي ممكن يجي، انه توجد فولتيه في 3 او في 2 بعدد ايتريشنز ايتريشن واحد فقط. هاي الحالة انتبهوا هنا، هاي الحالة فقط بوجود PQ بصلز وعندي قيم الجنريشنز واللود معلومة ثابتة وليس ضمن ليمت معين، يعني هذه unlimited أو ما بها ليمت يحددك للبصبارات سلاك مع PQ بص. مفهوم هاي الحالة؟ مفهوم يا شباب؟ واضح دكتور. لنفس السؤال هسه إذا عندنا، لا غير السؤال، بعدين راح نرجع لسؤال الأخ بغير حالة. عندنا هذا السؤال هسه، بصبار واحد واثنين اكو هاي الادمتنس، بين واحد وثلاثة اكو هاي الادمتنس،
2 و3 2 و4 3 و4 فمعناها كم بصمار عندي؟ 4 بصمار. هاي معلومات الباورات اللي موجوده. البيلود شوفوا هنا الفولتيه في 1 1.05 زائد جي 0 هاي سلاج. شوف هذا ايضا سؤال شنو؟ فقط بي وكيو. شنو اللي موجود؟ فقط سلاج مع بي كيو بصز. هذا يقول لك شنو؟ اوجد الفولتيات باستخدام جاوس سيدل ولايتريشن واحد اوجد الفولتيات، فمعناها واحد راح توجد في 2 وفي 3 وفي 4 لايتريشن واحد باستخدام اكسلريشن فاكتور 1.4. شوفوا السؤال اللي قبله ما ذكر اكسلريشن فاكتور. تذكرون احنا شرحت لكم على الاكسلريشن فاكتور، عامل التعجيل او عامل السرعه للحل. هنا ما ذكر، استخدمنا القوانين العاديه ما تغير كل شيء عندنا. هسه هم هاي الحاله هم ما راح يتغير عندي شيء، راح اجي على نفس القوانين اوجد الواي باص نفس القانون. شوفوا يا شباب ما تغير عندنا شيء، في 2 في 3 نفس الحاله، خلينا الانيشال كونديشنز، البي 2 معلومه 0.5، كيو 2 من الجداول شوفوا هنا هاي البي 2. شوفوا البي 2 شو يساوي يا شباب؟ هذه بي لود وكيو لود. البي 2 شو يساوي؟ بي جنريشن ناقصا بي لود. بما انه ما معطيني معلومات البي جنريشن فش احسبها؟ صفر. اي جنريشن صفر، فيصير صفر ناقص هاي القيمه وصفر ناقص هاي القيمه وصفر ناقص. فلهذا شوفوا نزلها بي 2.5 كيو 2 معلومه بي 3 بي 4. اجي اطبق القانون بكل بساطه نفس القانون، طلعت عندي بي 2 المحاوله الاولى. بالسؤال ايش قال لي؟ استخدم اكسلريشن فاكتور 1.4. هذا هو الفرق عن السؤال الاول، القيمة اللي تظهر عندي رأسا أحولها، هاي القيمة العادية، هاي القيمة بعد استخدام الأكسلريشن. القيمة اللي أوجدها بعد استخدام الأكسلريشن تساوي القيمة القديمة اللي وجدتها بدون أكسلريشن زائدا ألفا اللي هو عامل التسريع مضروب في الفولتية اللي وجدتها قبل الأكسلريشن ناقصا الفولتية بالإنيشال. يعني إذا أريد نوجد في 2 وجدتها، أريد أسرع من الحل باستخدام الأكسلريشن فاكتور، فراح أقول في 2 المحاولة الأولى المسرعة هي في 2 الانيشال كونديشنز اللي هي 1 زائد 0 زائدا ألفا اللي هو الأكسلريشن فاكتور 1.4. في 2 بدون تسريع المحاولة الأولى اللي هي موجودة ناقصا في 2 بالانيشال كونديشنز اللي هي صفر. فتشوفوا ايش طلعت عندي؟ كانت 1.006 ناقصا جي 0.03 بعد عملية التعجيل صارت شوفوا 1.008 ماينس جي 0.042. هسه بنريد اوجد في 3 ما استخدم العاديه، استخدم المسرعه، لان هذا القانون او هذا الاكسلريشن فاكتور يخليني اصل الى الحل ايضا اسرع من الطريقه اللي هي جاوس سيدل العاديه. هاي جاوس سيدل اكسلريشن تخليني اصل للحل اسرع من جاوس سيدل اللي احنا كنا نعتمد عليها باول سؤال اللي حلينا بيها. هسه بنجي اوجد في 3، شوفوا يا شباب في 3 عندي بالقانون احتاج في 2. فهاي الفي 2 ما استخدم الانيشال او ما استخدم القيمه العاديه، استخدم المسرعه. اذا ما كان عندي تسريع لا استخدم العاديه. فهذا فرق السؤال فقط عن السؤال اللي قبله، بانه انا راح استخدم كل قيمه تطلع جديده اضربها في معامل التعديل او معامل التعجيل او التسريع
بالخطوه اللي بعدها من احتاج الفولتيه استخدم الفولتيه المسرعه او المعجله حتى احصل على فولتيه الباس بار الاخر. شوف وصلت الى في 3 المحاوله الاولى، ايضا في 3 ارجع شو اسوي؟ اسوي لها اكسلريت. من اجي اوجد في 4 استخدم في 2 اكسلريت وفي 3 اكسلريت، تطلع عندي الفي 4. هاي الفي 4 بعد ما طلعت ايضا اسوي لها اكسلريت، فصار عندي الثلاث فولتيات من ايتريشن واحد وثلاثتهم اكسلريت، في 2 وفي 3 وفي 4. اوكي شباب، مفهوم السؤال؟ طبعا اكو مئات الامثله والاف الامثله على اللود فلو ابتداء من 3 باص بار والى حد 128 باص بار. انتم الاسئله اللي عليكم انه تركزون عليها هي 2 باص بار، 3 باص بار، 4 باص بار، وحتى 5 باص بار بها مجال تركزون عليها مع انواع الربط والكونكشن موجود بين هذا الباص او ما موجود، هي مجرد راح يصير الفرق عندك فقط بالواي باص. اوكي شباب؟ استاذ يعني لو انطانا الاكسلريشن يعني ما راح نحتاج الى القاوس سيدل؟ بلى، هي نفسها قاوس سيدل، انا استخدمت قاوس سيدل هسه، ليش هذا ما قاوس سيدل؟ مثلا ايجاد الفي 3 استاذ، احنا طلعنا الفي 2 واستخدمنا الاكسلريشن، تمام راح نجد الفي 3 من الاكسلريشن مباشره. الفي 3 طلعها من الفي 2 اكسلريشن. نعم استاذ. والقيمه الفي 3 اللي تطلع ايضا اسوي لها اكسلريشن، ومن اجي اطلع الفي 4 استخدم في 2 وفي 3 اكسلريشن، طلعت عندي في 4 ايضا اسوي لها اكسلريشن. مفهوم؟ يعني كل قيمه جديده تعتمد على القيم الاكسلريشن، والقيمه اللي تطلع ايضا اسوي لها اكسلريشن. هذا راح يعني هاي الطريقه الجديده هي طريقه جاوس لكن باستخدام الاكسلريشن فاكتور تسرع من عمليه الحل. شنو فرقها؟ فرقها فقط هذا القانون. إذا أعطاك الأكسلريشن فاكتور تستخدمه، إذا ما أعطاك فأنت تستخدم الخطوات الطبيعية العادية. شوفوا هذا هنا مثال آخر لود فلو. إذا كان عندي بي كيو وبي في باص، إيش عندي؟ بي كيو وبي في باص، قبل شوي كان هو عبارة عن سلاك وبي كيو، فعندي ثلاث باصبارات، بس بار واحد واثنين وثلاثة، منطيق سلاج بس 1.05 والزاوية صفر، منطيق هنا البي في بس الفولتية الابسلون، شوفوا هنا يعني ابسلون للفولتية 1.2 بير يونت، والبي جنريشن 3 بير يونت، فهذا هو بي في باص. الباص 3 هو بي كيو باص، منطيك البي لود 4 بير يونت والكيو لود 20 2 بير يونت. استخدم جاوس واحد ايتريشن، تيك كيو ليميت اوف جنريتر 2، كيو اكبر او يساوي صفر، أصغر أو يساوي 4، وألفا تساوي 1. إذا الألفا تساوي 1 شنو يا شباب؟ acceleration 1، يعني ما عندك واحد يعني ماكو acceleration، يعني ماكو acceleration، يعني هي 1. تعال أنت شوف على القانون، هذا القانون VI plus K plus 1 اللي هو acceleration، VI plus K زائدا الفا هي 1، فراح يصير في اي لوس كي زائدا في اي لوس كي بلس 1 ناقصا في اي لوس كي، هذا ينشطب، ففي اي اكسلريشن هو نفس الفي اي العادي. الالفا لازم قيمتها اكبر من 1 حتى يصير تعجيل، من 1 فهي عباره عن ماكو اكسلريشن، هي عباره عن حل اعتيادي. مفهوم يا شباب؟ التعجيل او الاكسلريشن لازم الفا اكبر من 1، من تساوي 1 فهو ماكو اكسلريشن. شوفوا هنا الاسئله اللي حليناها هسه
اللي هي بيها بي كيوب. شوفوا الجدول، هذا هو بي كيوب بصص. ما عندي ليميتيشن للرياكتيف باور، ما عندي ليميتيشن. السؤال اللي قبله، ما عندي ليميتيشن، اي قيمه تطلع ما عندي مشكله. اذا تحددت بالسؤال ضمن ليميتيشن للرياكتيف باور، ايش قلنا احنا؟ اذا تتذكرون كان اكو لود فلو ليميتس، انه لازم الباور جنريشن هو اكبر او يساوي اقل قيمه مطلوبه للباور واصغر من اعلى قيمه موجوده. وايضا الكيو جنريشن لازم هي اكبر او تساوي اعلى قيمه موجوده واقل او تساوي اعلى قيمه. هذه من ضمن السوليوشن او الليميتيشن او السبيسيفاي. عندنا الليميتس العمليه اللي موجوده بالصناعه. هاي ان شاء الله راح انزل لكم اياها اليوم، هاي الليميتس ضمن مع المحاضره، مع هاي المحاضره. فانا محدد لي ليميتس. اذا الكيو، شوفوا هنا ايش عندنا يا بصبار؟ بصبار رقم 2 هو بي في بس، يعني لازم احسب له الكيو. اذا الكيو طلعت ضمن هاي الحدود ما عندي مشكله، كانه هو سؤال اعتيادي. اكمل الحل، اذا طلعت خارج هاي الحدود لا، اكو تصرف لازم نسويه. هسه نجي احنا ما نعرف هل هذا هو الحل او السؤال، هل الكيو راح تطلع هي ضمن او خارج؟ ما نعرف، لان انت لازم تحل يلا تعرف. اول حاله كون الواي باص، جينا كوننا الواي باص خليناها قدامنا. نجي على السلاك باص 1.05 وزاويه 0، فهذه هي في 1. نجي على بصمه رقم 2، القيمه المطلقه للفولتيه 1.2 بير يونت. افرض الزاويه مالها 0، فصار في 2 تساوي وين في 2 1.2 والزاويه مالها 0. نجي الباور اللي موجود، البي جنريشن هو 3، هذا البي جنريشن بي 2 هو 3. الباص بار رقم 3 هو بي كيو باص، فالفي 3 افرضها 1 وزاويه 0، في 3 1 وزاويه 0. بهاي الحاله شوفوا ايش سويت ثاني، ربطت فولتيت 3 1 وزاويه 0. البص بار 2، شوف هاي تسجيل معلومات لازم انت ترتب شغلك، كون الواي باص ترجع تخلي المعلومات كلها قدامك. هسه راح اجي اني شنو النقص عندي بالبص بار رقم 2؟ النقص انه لازم اوجد الفولتيه الزاويه مالها، يعني بزاويه صفر فرضتها، بس لازم اوجد الفولتيه او الزاويه بعد الايتريشن الاول. بما انه قانون الفولتية على ايش يعتمد؟ قانون الفولتية يعتمد على بي وكيو، فأنا كيو مجهولة عندي، كيو مجهولة، ايش لازم ايش اسوي؟ اروح الى المعادلات، معادلات رقم 10، شنو المجهول عندي؟ بي لو كيو موجود الكيو عندي، فالكيو هي ماينس ايماجينري هاي القيمة حتى اوجد كيو 2. قلت لكم هي ثلاث قوانين، بي وكيو وبي. فنجي على السؤال مالنا، هذا السؤال اجي على البصبار 2، كيو تساوي ماينس ايماجينري، هذا موجود. عدد البصبارات ايش قد؟ ثلاث بصبارات، وانا اريد البصبار رقم 2. اطبق المعادله رقم 10 واخلي بدل ال n 3 وبدل ال i 2، راح تطلع عندي هاي المعادله بسيطه كلش، هي ماينس ايماجينري بي 2 كونجوكيت
من جي تساوي واحد إلى ثلاثة في آي جي في جي، هاي ما أخذها مباشرة. وإذا تريد أنت تستخدم قانون رقم عشرة أو معادلة رقم عشرة بكل بساطة، تخلي آي إيش قد ثلاثة، العفو اثنين، فيحصل عندك واي تو تو في تو تربيع ساين تيتا تو تو، موجودة كلها هاي معلومة. ليش هاي الواي معلومة؟ الفي تو هاي شنو هي؟ الانيشال كونديشنز اللي فرضتها، اللي هي أصلا مطلقيها قيمة مطلقة اللي هي 1.02، وتجي هذا الصميشن من جي تساوي واحد إلى ان، بس جي ما تساوي اي، عندك من واحد إلى الان إيش قد ثلاثة، فراح يصير عندك واحد إلى ثلاثة على شرط أنه ما تمر بالاثنين، فيصير عندك واحد اثنين، العفو اثنين راح يكون هذا Q2، فراح يصير عندك 2-1 و 2-3 حدين فقط. فراح يصير هنا شوفوا 2-1 الـ V22 هذه احنا قلنا اما نخليها داخل او خارج، هنا ندخلها على الصميشن، فمعناها أقول من جي تساوي واحد إلى N والآي معاها مشمولة، فماينس إماجينري 1.2 موجودة كل هالقيم هذه معروفة، مجرد فقط فولتيات. الـ V1 سلاك بس ما تتغير قيمتها، الـ V2 واحد وزاوية أو 1.02 أو 1.2 مطينا إياها، طبعا كلها كقيم مطلقة. Y3 في V3 قيمة وزاوية كلها، طلعت عندي الـ Q2 شوفوا هنا 3.06. نجي إلى الليمت Q أكبر أو يساوي صفر وأصغر يساوي 4، طلعت 3.6، إذن هي ضمن الحد، شوفوا 3.06. بما أنه هي ضمن الحد فأني ما يتغير عندي أي شيء، ما راح يتغير عندي أي شيء. طلعت عندي Q2 أرجع أوجه شنو V2، ليش؟ لأن الـ V2 موجودة والـ Q2 معلومة والبقية كلها معلومة، وطلعت عندي V2 المحاولة الأولى. صار عندي هسه إذا أرجع إلى الجدول بص 2 الـ P معلومة والـ V قيمتها معلومة، وجدت الـ Q، وهسه من الـ V قانون الـ V يطلع لي قيمة وزاوية، أقول هاي الـ V2 طلعت acceleration منطيني إياها شنو ألفا واحد، فما راح تتغير عندي 1.23 زائد J.1 1.23 زائد J.1 ما راح تتغير. هاي الحالة حول قيمة وزاوية ايش راح يصير عندي؟ راح تطلع عندي الزاوية بعد المحاولة الأولى إلى الـ PQ bus، آخر bus bar PQ bus، الـ P معلومة والـ Q معلومة، أوجد الـ V اللي هي الـ V3، فهذه هي الـ V3، كل المعلومات موجودة عندي، طلعت عندي V3. حتى إذا جي acceleration راح تطلع نفسها يا شباب، لأن acceleration قلنا إذا أكبر من واحد فقط يلا يكون تتغير القيمة. هذا السؤال أيضا هو بالجاوس سيدل، وعندنا limitation للreactive power. هذا الreactive power أو هاي limitation هي فقط وين تكون؟ بالPV bus. فقط الليميتيشن بالرياكتيف هو للبي في بس، لان انت راح توجد الكيو، فلازم الكيو اللي توجدها تكون ضمن الرينج اللي ينطيك اياه. اذا ما طلعت ضمن الرينج، هسه نشوف سؤال ثاني، شوفوا هذا، طبعا ما راح افوت بالتفاصيل لان هي كلها نفس المعلومات ونفس الشيء، فقط عندنا احنا شنو الليميتيشن، انه اكبر من 0.2 واصغر من 1. طبعا هاي مو 0.2، هاي 0.3، هذا السؤال اعرفه، فهاي 0.3 لازم اكبر من 0.3 واصغر من 1. فنفس الحاله شوفوا شباب، موجود المعلومات كامله، راح ابدي احل بصوره كلش طبيعيه، اوجد الواي باس واجي اسجل المعلومات اللي عندي. بي في باس فولتيه قيمه معلومه، الكيو ما معلوم، والدلتا مالته ما معلوم، دلتا الفولتية. بي كيو
موجود، لازم اوجد الفولتيه قيمه وزاويه، والبصبار 4 ايضا هو بي كيو، فلازم اوجد الفولتيه والدلتا. فشغلي بالبي في اول شيء اوجد، حتى اوجد الدلتا مال الفولتيه لازم استخدم قانون الفولتيه اللي هو نفسه قانون الفولتيه اللي احنا نستخدمه، هذا القانون اللي راح يطلع قيمه وزاويه. بما انه انا القيمه منطيني اياها الفي 2، فراح اوجد فقط اخذ الزاويه واقول هاي الزاويه الانيشال هي صفر والجديده هي من القانون. الكيو هي المعضله لان الفولتيه تعتمد على الكيو، فانا اوجد الكيو، هاي الكيو من القانون، طلعت عندي الكيو بوينت 208. فاذا اجي اني على الليمت مالي، طبعا الليمت هو يا شباب يعني اعتقد غلط 0.3، لان هنا طلعت عندنا 0.208. فخلنا نعطيكم الفكره وبعدين انا اشيك لكم القيمه. الفكره شنو؟ الكيو 2 اللي تطلع اجي اقارنها ضمن الليمت، اذا هي اكبر او تساوي المينيمم واصغر من الماكسيمم كان خيرا على خير، واطبق قانون الفولتيه طبيعي. تمام، شوفوا هنا 0.2 ما عندي مشكله. اذا الكيو 2 طلعت اصغر من اقل قيمه مسموح بها، فمعناها هاي الكيو راح اثبتها على اقل قيمه، وراح يتحول هذا البص، انتبهوا علي، راح يتحول هذا البص من بي في بص الى بي كيو بص، وارجع احسب له الفولتيه ماله الجديده قيمه وزاويه. ارجع اعيدها، اذا الكيو عن نحكي فقط على البي في بص، هذا البي في بص اذا الكيو طلعت ضمن الرينج ما عندي مشكله، اذا هاي الكيو طلعت اقل من اقل قيمه، ما يعني مثلا عندنا كيو مينيمم وكيو ماكس، اذا الكيو طلعت اقل من كيو مينيمم فاثبت الكيو لهذا البص هي تساوي كيو مينيمم، بما انه الكيو انعرفت والبي معلومه فتحول هذا البص الى بي كيو، ارجع احسب له الفولتيه قيمه وزاويه واعتبرها ايتريشن رقم واحد. اذا الكيو طلعت اكبر من كيو ماكس ايضا اثبت الكيو هي كيو ماكس، وهم تحول السيستم او تحول نوع الباص من بي كيو بي في باص الى بي كيو، وارجع احسب له الفولتيه. هذه هي الحاله. اما بقيه البصمارات ما عندنا بها مشاكل، هذه هي تعتبر اتعس حاله موجوده ضمن اللود فلو، وراح اشوفون بهذا الملف الثاني ايضا راح احاول انه اعطيكم اياه حتى تصير عندكم كل المعلومات ثابته. راح اشوفكم هذه نفس القوانين يا شباب، ما تغير بها كل شيء، شوفوا يعني ما تغير عندنا اي شيء باختلاف المصادر. هاي نيوتن رابسون، شوفوا اللود فلو هسه هذه من الحل، هاي هي قانون الفولتيه، طلعنا العنصر بي او الاي فيصير هنا الى بي ماينس 1 وبي زائد 1، اي ماينس 1 واي ماينس باختلاف الرموز، هي نفس المعادلات لكافه المصادر. فقط الملاحظه اللي ردت اعطيكم اياها انه هذه شوفوا الكيو اذا صار عندنا الخطوه هذه، شوفوا يا شباب هنا اذا كانت الكيو المحسوبه الكالكوليت اصغر او تساوي كيو مينيمم فراح نثبت الكيو لهذا البص هي مينيمم، اذا كانت اكبر من كيو ماكس راح نثبتها كيو ماكس، وبهاي الحاله تحول البص بار من بي في بص الى بي كيو بص، بما انه تحول الى بي كيو بص راح نحسب الفولتيه ماله، لان راح نعتبره كانه هو بي كيو بص والنقص هو بي الفولتيه فقط. طبعا هاي راح اعطيكم اياها كلها موجوده خطوات كامله، وقلنا بعد ما
تحسبون كل يعني شوف هسه هنا مثلا اذا نريد هاي الخطوه مثلا واحد من الامثله خلينا ناخذ هذا كم ايتريشن طلب من عندي ايتريشن واحد فوجدت في 2 وفي 3 ايتريشن واحد بعدها يجوز ما ايتريشن يجوز ايتريشنين او ثلاثه فلازم اوجد في 2 ايتريشن 1 في 3 ايتريشن 1 بعدين 4 5 6 كلها اوجدها لايتريشن 1 اي واحد من البصبارات ما طابق الشرط ارجع اعيد العمليه من الاول يعني مو اقول بصبار 3 الفولتيه مالته ما طابقت الشرط اعيد بس الفولتيه 3 احسبها لايتريشن 2 لا اي بصبار الفولتيه المحسوبه ما تحقق الشرط ارجع من الاول احسب في 2 وفي 3 وفي 4 الى الفي ان الى ان قلت لكم لازم في 2 المحسوبه ناقص في 2 القديمه القيمه الاصغر او تساوي القيمه المطلقه و في 3 الجديده ناقص في 3 القديمه القيمه المطلقه و في 4 كلهم يكونوا اقل من ابسلون اتوقف اي واحد من عندهم ما يحقق الشرط ارجع احسب في 2 جديد بالمحاولة الثانية V3 V4 محاولة ثانية وهكذا بعد ما أخلص كل المحاولات يلا أرجع إلى البصبار رقم واحد أحسب له من القانون 10 أحسب الـ PI والـ QI و P1 و V1 أحسبها ممكن أحسب P1 و V1 أو Q1 عفوا P1 و Q1 بعد ما أخلص كل الايتريشنات إذا بالسؤال قال لك لايتريشن واحد فقط فانت توجد في 2 محاوله اولى في 3 محاوله اولى خلصت هو طلب ايتريشن ارجع احسب البي 1 والكيو 1 تمام يا شباب بالنسبه للسلاك بس يتم الحساب فقط بعد ما ننتهي من كل الايتريشنات طبعا هنا هم موجوده عمليه سلاك بس باور شلون نحسب السلاك باس باور وشلون نحسب اللاين فلو شنو اللاين فلو الباور اللي تسري من 1 الى 2 من 1 الى 3 فشوفوا هذا القانون هو نفسه اذا كان عندي باس بارات 2 هسه قبل شويه طلعنا معادله الباور فهي هاي معادله الباور نفسها البي والكيو يا شباب نفس المعادلات رقم 10 راح تجون تشوفوها هنا هي نفسها بين باس بارين هذه الـ P1 والـ Q1 إذا أردنا نحسب الباور بين 1 و 2 هاي هي S PQ بين أي بص من أي بص وإلى بص فحتى تحسب النت أو اللوسز اللي يصير عندك تحسب الباور اللي ماشية من بص 1 إلى 2 وتحسب الباور الماشية من 2 إلى 1 المفروض ideal هذه تكون صفر لأن بيناتهم خط واحد لكن بالحقيقة راح يطلع بيناتهم فرق يعني الباور من 1 إلى 2 ناقص الباور من 2 إلى 1 المفروض صفر إذا كان حالة ايديال لكن بالحقيقة الباور من 1 إلى 2 ناقص الباور من 2 إلى 1 راح تطلع قيمة هاي تمثل هي اللوسز تمام فشوفوا هي اللوسز هنا هذه هي اللوسز الترانسميشن اللي هي الباور من بي الى كيو ناقص الباور من كيو الى بي تطلع هذه هي اللوسز مال الترانسميشن لاين فهاي الفقره يعني هي بديهيه بس حبيت انبهكم عليها حتى لا مثلا يجيك سؤال تقول مطلوب من عندك اللوسز بالخطوط تقول انا ما اعرف هيك شيء او ما حد شارح لي اياها هذه هي نفس قانون الباورات بين 1 و 2 مجرد هو التيار في الفولتيا يا شباب اوكي اكو سؤال هاي اليوم كلها راح تنزل لكم هاي المحاضرات ان شاء الله